مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. كشفت دراسة جديدة شاملة للبنك الدولي أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي خلال العام 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية ستسبب لها ضررا دائما. وتأتي هذه التوقعات المتشائمة في ظل قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم. للمزيد عن سيناريوهات الاقتصاد العالمي وموقع المغرب ضمنها، ينضم إلينا الأستاذ عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وينضم إلينا أيضا الأستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي، ضيفي الكريمين أهلا بكما. نبدأ معكم دكتور عبد العزيز الرماني. هذه التوقعات المتشائمة في الواقع تأتي من أكثر من مصدر، كون أنه هذه الضغوط التشديدية من لدن البنوك المركزية لربما ستؤدي بالعالم إلى الدخول في موجة ركود تضخمي، ما مخاطرها؟ فعلا السؤال دقيق جدا، لأن الأخطر من الركود اللي هو أخطر منه هو الخوف من الركود، هي التوقعات التشاؤمية الكبيرة جدا. نعم، مؤشرات والمعطيات كلها تسير نحو ركود طبيعي منطقي في المرحلة الحالية، لأن الطريقة التي تم بها أو يتم بها معالجة التضخم هي الطريقة التقليدية. لماذا الطريقة التقليدية ليرفع سعر الفائدة؟ لأنه صعب الالتجاء إلى الطرق الأخرى، لأنه كان يمكن أن نلتجئ إلى رفع الإنتاج، رفع الإنتاج يخفف من الأسعار يتحكم في التضخم، لكن صعوبة اللجوء إلى هذا المعطى، هذا الحل جاء بسبب غلاء الإمداد، سلاسل الإمداد، سلاسل التوريد، سلاسل الخدمات، غلاء الطاقة. إذا الآن المؤشرات تتحدث نعم عن ركود، ولكن يعني في 2023 البنك الدولي حذر من كثرة رفع الأسعار حاليا، عفوا سعر الفائدة، لأن الأمر من طبيعة الحال يعني سيؤدي إلى تقليص في المنتج في الإنتاج، وبالتالي تقلص في النشاط الاقتصادي، وهذا قد يؤدي إلى الركود. لكن ونحن نتحدث عن ركود باستبعادنا لمسألة الكساد اللي وقع في 1970 أو من بعد منه، أو ثانيا نستفيد من الوضعية اللي مرت في 2008 بحيث الولايات المتحدة تدخلت وعالجت الكثير من الأوضاع الاقتصادية وضمنت السيولة الجيدة ديال الدولار، وهذا يعطيها توازن. إذن وهي تدرس الطريقة التقليدية لمعالجة التضخم ضمنت لنفسها توازن بحكم صلابة الأبناك. إذن الحل يبدو إذا ما نحن دخلنا في ركود على أن لا يكون ركود يعني طويل الأمد، فالحل سيكون هو العودة، تراجع عن رفع أسعار الفائدة نحو التحكم فيها. الصعوبة أين توجد الآن؟ وهذا من طبيعة الحال كنعرف باللي راك غادي ترجع له السي محمد من بعد في النقاش. الصعوبة لدى الدول النامية، لدى الدول الصعبة الاقتصاد، لدى الدول هي التي ستجد صعوبة أكبر، لأنك حينما تتحدث عن ركود تتحدث عن البطالة، حينما تتحدث عن ركود تتحدث عن صعوبة في الاستثمارات، حينما تتحدث عن ركود تتحدث عن ضعف في النشاط الاقتصادي وفي الإنتاج وغير ذلك، مما يعني هنا مزيد من الديون، مزيد من الصعوبات الاقتصادية، مزيد من المشاكل الاجتماعية. هذا هو الخوف. الخوف الآن أين؟ بالنسبة للدول الضعيفة أو الفقيرة أو الاقتصادات النامية. أما الدول المصدرة مثلا النفط فلها القوة للاستثمار من أجل تنشيط اقتصادها. الدول الولايات المتحدة الأمريكية لها طرق أخرى بحث عن التوازنات، وبالتالي هذا الركود نعم موجود مؤشراته نسير نحوه، لكن التحكم فيه في السنة المقبلة من طرف الدول القوية سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة هو أمر شبه مضمون، خاصة أنها ما كانت تحدث على أزمة مالية خطيرة كما حدث في 2008، كانت تحدث على أبناك قوية مستعدة وربحات الآن في هذا سعر الفائدة اللي كاين، وهي مستعدة للعودة ولمعالجة الأمر. شكرا لكم أستاذ عبد العزيز الرماني. أستاذ محمد جدري، هناك حالة في الواقع من القلق، من التوتر، من الخوف، حتى أنه في العديد من الاقتصاديات المهمة جدا كألمانيا مثلا بدأت عمليا بوادر
الدخول في حالة من الركود، هل ينطبق الأمر على مجمل الأسواق؟ وهل هذه الدراسة للبنك الدولي هي في الواقع حتمية من حيث خلاصاتها؟ أنا أعتقد بأن اليوم نعيش موجات تضخم هي غير مسبوقة، بحيث أن اليوم يعني القدرات الشرائية للمواطنين والمواطنات عبر ربوع يعني المعمور تأثرت بشكل كبير، وهذا الأمر هذا ما يمكنش نستمروا فيه، لأن سوف يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الاقتصادية ومجموعة من المشاكل الاجتماعية. زد على ذلك أن اليوم نتكلم عن أسعار للطاقة اللي وصلت لمستويات قياسية، نتكلم عن أسعار مجموعة من المواد الأولية كالحديد والنحاس والألمنيوم والخشب والإسمنت ومجموعة من المواد الأولية وصلت لمستويات قياسية. أضف إلى ذلك كل ما يتعلق بسياسة الصين لمجابهة جائحة كورونا، بحيث أنها ما زالت في السياسة ديال صفر حالة كورونا، وهذا الأمر هذه تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإنتاج وعلى سلاسل التشويه بصفة عامة، لأن نعرف بأن الصين هي منتج لمجموعة من المواد الأولية، وهذا الأمر هذا كيمشي باتجاه هذا. أكثر من ذلك اليوم يعني الولايات الأمريكية والاتحاد الأوروبي رفعوا من سعر الفائدة ليوصل يعني واحد المستويات اللي هي أكثر من 2022، لماذا؟ لكبح جماح هذا التضخم العالمي. اليوم كذلك نرى بأن نحن اليوم للتبسيط أستاذ محمد جادري، للتبسيط فقط، رفع سعر الفائدة كيف تتوالى التأثيرات من أجل التحكم في التضخم؟ تفسير بسيط رجاء تفضل. عندما نرفع من سعر الفائدة فإن يعني الثمن اللي غنخلصوا به القروض يرتفع، وبالتالي فإن المقاولات والأفراد كيمشيو القروض هذه بثمن مرتفع، وبالتالي فإن الولوج إلى التمويلات البنكية ينقص. مني كنقصوا من التمويلات البنكية وكنقصوا من الولوج إلى التمويلات البنكية، وبالتالي فإن الاستثمار والاستهلاك ينقص، لأن مثلا غندوي على واحد السيد شخص عادي اللي غيشري واحد القرض مثلا ب 2% ماشي هو اللي غيشريه ب 5% أو 6%، وبالتالي فإن مني كنرفعوا من سعر الفائدة فإن الولوج إلى التمويلات البنكية ينقص، وهذا يعني كنقص من وراه يعني الاستهلاك. كيف ما قلت بأن اليوم يعني احنا اليوم مقبلين على أعياد الميلاد مع نهاية السنة في الدول الأوروبية، وكنشوفوا بان هناك مجموعه من التقارير كتقول بان الطلبات ديال المجموعه من السلع ومجموعه من الامور المتعلقه باعياد ميلاد هي ماشي كما السنه الماضيه او السنه اللي قبل منها، وهذا كيحيلنا لاننا اليوم نحن مقبلون على واحد الركود اقتصادي في اوروبا وفي امريكا على الاقل مع نهايه سنه 2022 وبدايه سنه 2023، ولكن هذه الامور كنتمنوا نحن اليوم يعني في المغرب ننتظر يعني القرار اللي يخرج به بنك المغرب مع نهايه السنه في الاجتماع يعني غيكون مع نهايه شتنبير باش نشوفوا واش يعني اليوم مستويات التضخم في المغرب وصلت 8% مع نهايه غشت، غنشوفوا واش بنك المغرب سيواصل في سياسته من اجل منح التمويلات للمقاولات المغربيه ولا غيرفع من سعر الفائده. هذا الامر هو اللي غادي يبين لنا يعني اي سياسه نقديه غيمشي فيها المغرب. شكرا لك استاذ محمد جدري. اعود اليكم استاذ عبد العزيز الرماني، وانتم ميزتم في حديثك في المداخله السابقه انه هناك دول غنيه لربما التأثير لها آلياتها وميكانيزماتها للتعامل مع أي حالة ركود لا قدر الله، وانطلقت أيضا من تمييز الذي تبناه البنك الدولي وهو أن الاقتصادات النامية والصاعدة قد تتولد لديها أزمات مالية، قال مالية تحديدا، في اقتصاداتها قد تكون دائمة الضرر. أين نحن من هذا السيناريو بالنسبة لحالة المغرب أيضا؟ حالة المغرب هو أن بنك المغرب أولا واجه هذه الزيادات اللي موجودة في سعر الفائدة على المستوى الدولي، واجهها بالتريد لأننا كنا مقبلين على موسم صيفي، الجالية المغربية جاية للمغرب، أيضا السياحة تنضج في هذا الموسم الصيفي، فغلاء القروض ليس من صالح المغرب في هذه الفترة، وبالتالي يعتبر القرار قرار حكيم جدا واحتفظ على مستويات الانتاج بالمستوى كذا رغم وجود تضخم، تضخم يرتفع بالتدرج ولا بد من مواجهته، وليس هناك كما قلت قبل قليل من حلول إلا الحل التقليدي، لأن كان عندك انكماش اقتصادي خفض سعر الفائدة، كان عندك تضخم ارفع سعر الفائدة، هذا الحل التقليدي.
حلول أخرى صعبة المنال رغم وجودها، لأنها كثيرة ومتوفرة، منها الرفع من الإنتاج بواحد الشكل، وهذا كان على الولايات المتحدة الأمريكية تبحث فيه، لكن غلاء سعر الطاقة وغلاء الإمدادات والخدمات وأيضا بعض المواد الصعبة إلى ما كانت تستوردش إلا خلاها ما تلتجش. المغرب الآن وهو يسير نحو قرار غيجي من طبيعة الحال كيفاش تواجه التضخم الحالي، اللي صعب فيه هو مزيد من الديون، مزيد من التدين، السعي نحو الديون، هذا يكون صعب. وبالنسبة للدول الضعيفة ما عندهاش حل من غير هذا الحل، لكن جانب الائتماني ديالها فوضعياتها مع الجهات الدائنة والصناديق الدائنة كيصعب عليها بعض المرات الاستفادة من هذه الديون، مما يعني أن الأمراض تصبح هنا مستعصية، وهنا كيقصد البنك الدولي أنها أمراض دائمة، مشيتي للديون مرض دائم، مشيتي للحلول الأخرى طبعا كتكون عندها أثر اجتماعي. والمغرب له الآن هذه الخطوة، أنه في القرار الجاي اللي غنشوفه كان اعتقد بأنه أمام الضيق الحالي إما نحتفظوا بسعر الفائدة عما عليه رغم الصعوبة، إذا نحن تحكمنا في التضخم وبقى مستقر على المستوى الذي هو عليه، أو رفع نسبي لسعر الفائدة. يعني هذا هما الحلول اللي كيبقوا أمام المغرب حاليا. المغرب نعم من دول الاقتصادات النامية اللي من طبيعة الحال ما يمكنش نشبهها بالاقتصاديات ديال الدول مصدرة النفط اللي عندها إمكانيات كبيرة لدى الفرد، وحتى إذا صعوبة على الفرد يعني الأسعار صعوبت عليه وجاته غالية، فمن طبيعة الحال الدولة تسارع لأن عندها إمكانية، عندها حقيبة مالية هامة جدا، تسارع إلى الاستثمار. هذا بالنسبة لهذه الدول. بالنسبة للدول الأخرى أنا تكلمت عن طرق الحلول أنها ستبدو كبيرة، وبالتالي ما يخليش هاد الأزمة اللي كاينة ديال الركود ما تخليناش نمشيو نحو ماذا؟ نحو الانكماش الكبير اللي يمكن نسميه الكساد. ما كنعتقدش بلي راه غنوصلوا للكساد، لأن الدول عندها قدرة الآن. الضربات الصدمة الأولى في 2008، الصدمة الثانية ديال كورونا هي تتقوى، وهانتم تشوفوا الصين رغم تضررها الكبير فهي تساير الوضع. النقطة الهامة سي محمد، هامة جدا، هو الحل الذي أتى به جلالة الملك، وهو حل يعني توفير الاحتياطات من المواد الحيوية. هذا حل ذهبي هام بالنسبة للدول لاقتصادها نامي. في ماذا؟ في المواد الحيوية الغذائية إلا قدرنا، نعم عندنا صعوبة ديال الجفاف كناخدوها بعين الاعتبار. في المواد الصحية راه شفتوا القرار اللي خدا جلالة الملك، أيضا في الاحتياط النقدي. هذه الحلول يعني أن توجه نفسك بضمانات احتياطية ائتمانية، هذا هو الحلول المستقبلية لما بعد 2023 و2025 أن تسير الدول نحو تأمين نفسها باحتياطات هامة جدا تضمن لها مدة لا بأس بها من المناعة. شكرا لك أستاذ عبد العزيز الرماني. عطفا على هذا الكلام أستاذ محمد جدري، الأداء الاقتصادي في المغرب هذه السنة كان جيد على مستوى أيضا الإنتاج والتصدير، الصادرات المغربية أداء متين جدا، للفوسفات لنقل القطاع السياحي كان أداؤه متين جدا، قطاعات أخرى الإنتاج الفلاحي والصادرات وغير ذلك. هل الطلب أيضا على المغرب، على المنتج المغربي في الأسواق العالمية سيبقى مستمر بنفس الوتيرة، أم وسيقينا ذلك شر بعض التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة التي نسير إليها، أم أنك تتوقع غير ذلك؟ أنا أعتقد بأن المغرب يعني خلال سنة 2023 لن يتأثر بشكل كبير. لماذا؟ لأن أول حاجة هو أن عندنا واحد نسبة نمو يمكن حقها السنة المقبلة هي تتجاوز 4%، هذا أمر مهم جدا. كذلك ما خصش نسوا بأن الحكومة هي يعني خلال السنوات المقبلة هي غادية في واحد الانتعاش اقتصادية، وبالتالي فإن الاستثمار العمومي هو مستمر في التزايد. كنا في 245 مليار سنة 2022، أعتقد بأن هذا الرقم
الثمن غيكون اما بحاله او زيد عليه في السنه المقبله. هذه كلها امور اللي هي ممكن مهمه. الامر الاخر اللي كذلك اللي هو مهم هو ان كل ما يتعلق بتعزيز القدرات الشرائيه للمواطنين خلال الاونه الاخيره من رفع الحد الادنى للاجور في القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم كذلك نتكلموا عن التعويضات العائليه في السنه المقبله. كذلك هذا الاصلاح الجبائي اللي غيبدا مع سنه 2029 هذه كلها امور سوف تعزز القدرات الشرائيه للمواطنين المغاربه. انا اعتقد بان تكلمنا عن تضخم المستورد سوف نتكلم نوعا ما عن واحد الركود اللي هو مستورد اللي غيمشي لواحد الامور اللي هي اساسيه. اعتقد بان الفوسفات ما يمكنش نبيعوه نفس السعر في سنة 2023 لأنه يكون واحد الركود اقتصادي وبالتالي الطلب العالمي على المنتوجات المغربية سوف يقل نوعا ما ولكن ماشي بواحد الدرجة. هل تعتقد ذلك لأنه لا تزال هناك أزمة الغذاء في العالم وهناك الجميع يتحدث حتى في الكلمات في الأمم المتحدة وغير ذلك يتحدث عن الأسمدة والأمن الغذائي، هذه المادة لن تبقى بنفس الوتيرة؟ انا اعتقد بان غتنقص واحد شويه لان الطلب هو مازال مرتفعا ولكن بما ان غندخلوا في واحد الركود فان الطلب على المنتوجات ماشي بحال سنه 2022 وبالتالي فان السعر غينزل واحد شويه كيف ما غينزلوا يعني اسعار ديال الطاقه واسعار واحد مجموعه من المواد الاوليه اللي ممكن ان يتضرر منه المغرب هو واحد الشيئين اللي هما اساسيين. الشيء الاول هو ان ممكن ان يكون عندنا واحد النقصان في الطلب على الصادرات المغربيه، هذا امر ممكن يكون يعني هو يدخل عند الدول الاوروبيه. والامر الثاني هو متعلق بالسياحه بحيث ان ممكن أن العدد ديال السياح نقصوا لأن القدرات الشرائية ديال المواطن الأوروبي بصفة عامة سوف تقل خلال السنة المقبلة ولكن اللي هو إيجابي بالنسبة للمغرب هو أن الوجهة المغربية تبقى وجهة تنافسية وبالتالي فإن الأضرار اللي ممكن يمشي فيها القطاع السياحي تبقى نسبية مقارنة مع قطاعات أخرى. أنا أعتقد بأن هذه الأمور هي أمور اللي هي مهمة ولكن لا أعتقد بأن المغرب يدخل في واحد الركود اقتصادي في السنة المقبلة على الأقل. شكرا أستاذ محمد جدري. أستاذ عبد العزيز الرماني، أنت ما تقييمك لتدبير هذه الظرفية من الناحية الاقتصادية وتوقعاتك أيضا لهذه السنة 2023؟ بعض التحليلات تقول بأن المغرب مهيئ جدا من حيث اقتصاده ومتانته وقدرته على امتصاص الصدمات وما يتصل أيضا بالسياسة لنقل الثاقبة حتى ولبنك المغرب فيما يتصل بتدبير السياسة النقدية وغير ذلك. صحيح كما قلت بأن هناك يعني دراية وخبرة لدى بنك المغرب ولدى الوالي بالضبط للتحكم في المرحلة التي نمر منها حتى تكون مرحلة تمر بسلام، لأن المغرب السي محمد هو جزء من الاقتصاد العالمي. تعرفوا أن عندنا انفتاح على الاقتصاد الدولي، تعرفوا أن أي صدمة وقعت في العالم إن لم طبعا حكة مسنا، ثم شفتوا الصدمات الأزمات تتكاثر عبر العالم، خليني من الحرب الأوكرانية الروسية، خليني من يعني الأزمة ديال كورونا، خليني أيضا من ارتفاع أثمنة الغاز، وهذه كلها أمور أثرت في المغرب مباشرة وليس بطريقة غير مباشرة، مباشرة أثرت في اقتصادي. وبالتالي إذا وقع هناك ركود اقتصادي عالمي نعم المغرب سيمس سيتأدى من هذا الوضع، لأنه الجانب السياحي يهمنا من طبيعة الحال بشكل كبير، جانب الخدمات تهمنا أيضا، جانب الأنشطة الاقتصادية، وأيضا ما نساوش الإنتاج ديالنا المصدر إلى هذه الدول، عندنا إنتاج هام يوجه إلى الدول بمختلف أشكاله. إذا أنت التجأت وسرت على الخطى التي تسير عليها الآن ستحمي اقتصادك نسبيا. إذا أنت سرت على يعني الحل ديال تنويع الأنشطة الاقتصادية في المغرب أنت تنشط استثماراتك، أنت تخفف من أزمة البطالة داخل وطنك، وإذا أنت قمت بالجانب الاحتياطي الذي تحدثنا عنه في المواد الهامة جدا هذا سيحميك، إضافة إن المواد التي تصدرها كالفوسفات مثلا والمواد الأخرى الناشئة الآن في صادراتنا المستقبلية، لأن هناك مواد هيئنا أنفسنا لتصديرها، هي مواد صناعية هامة، مواد أولية هامة سيبدأ المغرب في تحويلها في السنوات القادمة وابتداء من 2023. هذه تخلق لك بعد يعني التوازن. الولايات المتحدة تمر حاليا من أزمة في الإنتاج، الربع الأول شفنا إنتاج ديالو بدأ كيتقلص نسبيا، التجأت إلى التحكم في التضخم نسبيا. كنقولوا الولايات المتحدة الأمريكية لا ضرها شي جن
العالم كيتشكل جسد ديالو كامل. اذا الاتحاد الاوروبي سيتاثر مباشره، وقد بدا يعني هذا الاثر هذا بدا يلمس بالعين يعني بشكل واضح الان على المستوى الالماني، على المستوى الانجليزي، على المستوى الفرنسي. لكن هناك ازمات اخرى تنتظر العالم، أزمة تقلبات المناخية ولها تأثير مباشر على الإنتاجات المحلية للدول، إذن هذا انتبهوا له. أيضا هناك حروب تؤدي إلى جانب تنافسي، بعض المرات في الصادرات اللي كتوجه نحو العالم كنحتاجوا لها إحنا، قد تقلص بعض الإنتاج بعض الشركات، يعني قد تفلس بعض الشركات عبر العالم من طبيعة الحال وتغلق وتغلق الأبواب. إذن المغرب وهو يرقب الوضع يحضر نفسه للمرحلة المقبلة. يمكن أن تمر الأمور بسلام. خاصة وهذا دائما كنسطر عليه في المغرب، إذا الله تعالى رزقنا بالشتاء مبطر وكان سنة فلاحية جيدة، هذا كيساعد أن معدل النمو ديالنا يكون لين أحسن إن شاء الله. نتمنى ذلك أستاذ عبد العزيز الرماني. ختاما أستاذ محمد جدري، الطلب أنت تقول بأنه قد يتراجع شيئا ما في 2023، ولكن هناك أيضا تدفق مهم جدا للاستثمارات الخارجية على الأقل في هذه الفترة، يمكن أن يعطي دفعة للإنتاج فيما بعد، أليس كذلك؟ صحيح. أنا أعتقد بأن المغرب يستفيد اليوم من وضع تنافسي مع دول الجوار، بحيث أن عندنا دول الجوار اللي كتعيش واحد مجموعة من القلاقل واحد مجموعة من الأمور ما فيهاش مناخ الأعمال اللي هو يعني بحال ديال المغرب، وبالتالي فإن هذا الأمر هذا سوف يشجع يعني المستثمرين المحليين بالإضافة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة أننا اليوم مقبلون على ميثاق جديد للاستثمار اللي في واحد مجموعة من المنح واحد مجموعة من الأمور اللي غتدعم القطاعات هذه. أنا أعتقد بأن الاستثمار سوف يستمر في وتيرته، انا كما قلت قبيله بان الاستثمار العمومي والاستثمار الاجنبي بصفه خاصه غيمشي في الاتجاه هذا، وبالتالي فان من المتوقع الى صبت الشتاء نتمنوا يعني ان تصب الشتاء السنه المقبله ان ممكن نحقق واحد الرقم ديال النمو ليعادل 4%. هذا الامر هذا اللي هو المغرب في حاجه اليه خلال السنه المقبله بعد يعني هذه السنه هذه اللي مرنا منها من 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 الجفاف. اعتقد بان اليوم اللي هو اساسي هو كنتسناو يعني قرار ديال البنك المغرب مع نهايه الشهر واش يرفع من سعر الفائده ولا غادي يحافظ عليه في النسبه ديالو الحاليه. هذه الامور هي اللي غتبين لنا المغرب باي طريقه يريد ان يواجه هذا التضخم العالمي، ويعني مخافه اننا نوقع في واحد الركود اقتصادي اللي نحن يعني في غنى عنه، خصوصا ان نحن اليوم مقبلون على مجموعه من الاوراش، اوراش الحمايه الاجتماعيه، اوراش الاستثمار، اوراش التحول التي تحتاج الكثير من الجهد والكثير من يعني الاموال باش اننا نمشيو في اتجاه الى الامام. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد جدري المحلل الاقتصادي، ونشكر ايضا ضيفنا الاستاذ عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن على كل هذه التوضيحات. بامكانكم مشاهدينا الكرام متابعتها والمزيد على موقعنا الالكتروني mediaantv.com. في منتصف النهار و30 دقيقه نلتقي في زاويه جديده من موضوع اليوم، ونتابع فيها اخر تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه. ارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا.